لاجا كلف الحمل. مرحبا واهلا وسهلا بكم اعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي اردنا ان نتحدث باذن الله سبحانه وتعالى عن علاج كلف الحمل. اعزائي، الامر بسيطا نوعا ما، فبالتالي لدينا خلطة تسمى او خلطة الليمون. اعزائي، نقوم بجلب ليمونة، وبعد ذلك نقوم بعصرها عصيرا طبيعيا، ونقوم بوضعها على جميع مناطق الكلف على الوجه او اي انحاء من الجسد، ثم نقوم بفركه بلطف لمدة دقيقتين تقريبا، وبعد ذلك نقوم بتركه لعشرون دقيقة قبل قيامنا غسله بالماء الفاتر. اعزائي، فبالتالي أتمنى بإذن الله أنكم حصلتم على الفائدة والمعرفة اللازمة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى وجديدة.